إذن مشاهدي محمد يابريس، السلام عليكم في برنامج ضيف خاص. الضيف خاص اللي هو الأستاذ مصطفى حليل، مؤسس مجموعة بيتاغور الخصوصية بمدينة المحمدية. الموضوع ديال الحوار ديالنا وهو الدخول المدرسي الجديد اللي بدا هذا اليوم. هذا نبغيو نسولو بداية، السلام عليكم سي مصطفى. السلام عليكم سي خالد. نبغيو نعرفو كيفاش كان لونتخي سكولير ديالكم في هذا الموسم الجديد 2021-2022. السلام عليكم محمد يابريس. أولا كنشكرو جميع الناس اللي هما تعاملوا مع هذا الوباء بكل ثقة وبكل علم، وبالتوجيهات ديال صاحب الجلالة أنه وصلنا ندخلوا المدرسات العمومية والخصوصية وجميع المدارس حضوري هذا النهار. أو هذا نهار كبير، أنه هذا الوباء واخا تمحنا فيه شويه، تمحنوا الاباء وتمحنوا المدارس وتمحنوا التلام، ولكن الحمد لله راك شتي الدراري كيفاش فرحانين في القسم انه بالمجهودات ديال صاحب الجلاله الله ينصرو ومجموعه ديال جميع السلطات العليا اللي هما خططوا باش يكون عندنا هذا اليوم دخول المدرسه ناجح 100%. وكنشكر على وزاره التعليم والمديريه الاقليميه الاكاديميه ديال الدار البيضاء الكبرى بالتتبع ديالهم، وكيناقشوا معنا مع الاجتماعات مع المديرات ديالنا باش يوجهوهم باش نكون الدخول المدرسي في احسن الظروف. دابا ما بقاتش في الدخول المدرسي، هو دابا غنشوفوا ان شاء الله من وليداتنا رجعوا لنا كنا معهم 100%، غنشوفوا ياك ما بقى شي خلل من السنوات الماضيه باش ما يكونوش عندنا الدراري ديالنا هذا الكوفيد يخلينا شي مرض يبقى عايش معنا حياتنا كلنا. اذا على ذكر كوفيد سي مصطفى حنين، بطبيعه الحال كل المدارس بالمغرب خاصه المدارس الخاصه وقع لها واحد الضرر بسبب هذا الوباء هذا اللي كنتمنوا من الله يبعدوا علينا. بطبيعه الحال كانت خسائر كثيره بالنسبه لمؤسسه بيتاغور، وخاصه في شهر 9 كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا الشهر هذا اللي ضاع عليكم؟ وبطبيعه الحال كان عندكم واحد الالتزامات كبيره ومصاريف كثيره بالنسبه لهذا الشهر هذا. الحمد لله كانت خسائر مادية كبيرة، لحقاش احنا الموظفين ديالنا خلصناهم كلهم، لحقاش عندهم دي كونترا سي دي اي دي دوران دي تيرميني، واخا ما تكونش عندهم خصهم يتخلصوا، لحقاش احنا بدينا استفدنا بهذا الشهر، درنا تكوينات مستمرة، خدمنا على لي تابلو انتيراكتيف كيفاش يستعملوا معاه، كيفاش يديروا لانفورماتيك، كيفاش سورتو يقراوا يخدموا لا بيداغوجي بتابلو انتيراكتيف، جبنا مكونين، والحمد لله راه احنا لوم لو بلوز امبورتون هو احنا باقيين في الحياة باش نقريوا هاد الوليدات اللي محتاج بهم المغرب والشركات العظمى داخلين المغرب، ويكونوا هاد الناس مزايدين لقدام. وحنا هاد الشيء خاصو يدار، لحقاش سميتو اللي مكلفين السلطات العليا هما اللي عندهم دو توت لي دوني، دونك علاش حبسوا سبتمبر باش رصينا راسنا هبطنا الوباء؟ لحقاش كان طالع بزاف 10,000 12,000 كنا عايشين، الحمد لله دابا راه هبط بريسك ما بقى والو، ورا ما نقري ورا ما نديرو. حنا درنا برنامج مع البرنامج اللي صفتته الوزاره ودي صفتته لنا الاكاديمي ودي صفتته لنا المديره الاقليميه، راه حنا متبعناهم وقرينا دوك هذاك الشيء كله، قرينا هذوك التوجيهات، وحنا غنزيدوا شويه من عندنا انه الى اضطرينا عطله نقدروا نجيبهم يومين ولا ثلاث ايام في هذه العطل الجايين، لحقاش غيكونوا سيمانه سي سومين ديال العطله. بالنسبه للبكالوريا راه الباك ديالهم خصو ياخذوه افون فان جوان، دونك حنا كنا كنديروا لهم واحد 6 ولا 7 سيمانات ديال المراجعات، دونك خصنا قبل لا دات ديال الباك اللي عطات الوزاره دابا لونساتو اللي هو فير 25 جوان، حنا خصنا نكونوا سالينا البروغرام فيغ ديك ديبي دي لو 10 لو 10 ماي، نكونوا سالينا البروغرام ماشي سالينا بالقرايه، سالينا خدمنا وسالينا لي زيكزيرسيس، درنا لي باك بلون وشفنا بانوا لنا دي لاكون فين كاينين عند شي دراري، وباش من تما فيغ لو 5 ماي 10 ماي سالينا البروغرام كله
ديال لاني اللي هو كاين في البكالوريا، ومن تما باش نمشيو فيه 25 جوان اللي قالوا يمكن فيه البكالوريا باش يدوزوا الدراري البكالوريا باش يجيبوا ديك 19 18 راقاش حنا باش الا عنده دي غروند مونسيون باش يمشيو ليزيكول دو بريستيج. مي هادشي راه حنا دابا خدامين فيه، حطينا بروغرام، ولكن وكور لاني القرايه بحال الا راه بحال الا حاضي شي حاجه ديما خاصك دير دي ريكتيفيكاسيون مع الاساتذه، مع لي كونسي بيداغوجيك، مع لي انسبكتور، مع الاداره، مع غنبداو نخدموا حنا كاسين كنقدوا باش نساليو في الوقت ويبقى لهم الوقت لي بريباراسيون، سورتو البكالوريا اللي غتاخذ البكالوريا ديالها وتمشي على برا ولا تمشي تقرا مدارس وطنيه او لا على الصعيد العالمي. بنقول العفو، علاش سي مصطفى حنين من خلال المجموعه ديال المدارس ديالكم علاش ما يعملوش بحال هاد البعثات الاجنبيه؟ هذا السؤال غتحرجني فيه. علاش؟ اولا انا كنعرف مؤسسه وحده في نظري اللي كنشوف في الانترنت دي معلومات، دخلت لي سيت كلهم لقيت في المحمديه كاينه مدرسه وحده اللي عندها البعثه الاجنبيه هي كلود موني، وكانوا شي وحدين شحال هذيك يقول لك بعثه اجنبيه ما تبعثها اجنبيه، ما كان بعثه اجنبيه منيبي، الا عنده شي واحد بعثه اجنبيه حطها لنا في السيت انترنت ديالو، خصها تكون عنده رخصه مكتوبه من مثلا الى امريكيه تكون عنده، الى كانت كنديه تكون مكتوبه ويديرها لنا في فيسبوك، ماشي يقول عندي حقا غتجيني من دابا عامين من دابا ثلاث سنين، كيفاش انا نقيد الولد ونبدا نقري غير فرنساويه ولا غير انجليزيه ولا غير الشينويه، وفي الاخر من دابا عامين وثلاث سنين نقولوا راه ما جاتنيش رخصه، راه ما يمكنش نتلاعبوا بالدراري. انا الا ما كانش عندي الرخصه واخذها وعندي وسمحوا لي وكنت الاساتذه في البيداغوجيه ديال ديك البلاد من جبت هذه البعثه، لحقاش كاينه بيداغوجي ديال فرنسا، كاينه بيداغوجي ديال بلجيكا، كاينه بيداغوجي ديال امريكان، دونك خاصنا لي بارون يكونوا واعيين. اولا انا سيدي عندك بعثه اعطيني الرخصه نشوفها، ديرها لي فيسبوك، انا دخل انا شفت ما كاين حتى شي مبدا. انا يعني المديريه ديال التعليم في المحمديه غادي تساهل يعني معاهم، ما عندهاش الحق هي لحقاش ما متابعاش ليها، ولكن دونك كاينين انا كنظن كاينين شي وحدين باغيين يقولوا حق بعثه ويديروا لك يوجدوا لك باك ليبر، سيدي انت تقيد ولدك من تروازون حتى الباك هو ليبر ما معترف به حتى حاجه، حنا غير كيتقيد عندنا الولد عنده مسار كيتكتب، حنا مثلا الا مشى غير ما دخلناش في عام في مسار ما عندوش الحق يتتبع، بقاش خص يكون بعام 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 اكسترا باش كيدوز الشهاده كيدوز البروفي وكيدوز الباك، هذه هي الاوليه دو دابور. هذا انا باش الناس يكونوا واضحين ما يكونوش لقيت لا ميسيون مات ميسيون ميسيون مات ميسيون داكور ميسيون، مي غير تكون عندك الرخصه، هذه هي من الجانب الاول. والسؤال الثاني علاش ما كتفكرش المؤسسه ديالك؟ انا اخويا قريت في مدرسه مغربيه ونجحت فيها وقريت القران وقريت العربيه وقريت الروح الوطنيه، قراتها لي المدرسه المغربيه ما يمكنش تقراها لي مدرسه اجنبيه، وانا المدرسه درت لها هذوك لي بارون اللي باغيين يقريو ولادهم في مدرسه مغربيه المغاربه، ما يمكنش انا نقري ولدي في لا ميسيون شينواز وانا عايش في المغرب، وخصي بعدا يكون كيعرف المغربي يعرف العربيه يعرف القران ديالنا العدد ديالنا التقاليد عيد الكبير عيد الصغير، يكون عارف شنو هو بلادنا تاريخ المغرب، يعرف زنقه زنقه في المغرب، ماشي كيعرف زنقه زنقه في شانغاي وهو ما كيعرف حتى القسمه فين جايه. انا بالنسبه ليا انا حنا اولادنا قراو في السيستيم ماغوكا بيتاغور راهم اطباء مهندسين بيلوت جوج دي كرون جيستيونير دي الناس راه خدامين بارتو في العالم، وغير كترشق ليه كيدخل المغرب راه عنده تربيه مغربيه وعنده عادات وعنده الروح الوطنيه، واش كتعاين ده مثلا دوله اجنبيه غتقري ليه الروح الوطنيه المغربيه؟ راه التعليم ماشي غير كنقريو غير العلم في الماط والفيزيك والسيونس ناتورال المغاربه ما كاينش اللي كيغلبنا. اذا من انا نكمل لك هذه الفكره، ولكن شنو كتبقى كتقري لنا المدرسه؟ الروح ديال بلادنا حب بلادنا نسي أبان أخرين كيجي كيقول لك المغرب مالو المغرب؟ المغرب أحسن الدول في العالم، ما خليت حتى بلاد في العالم، مي أنا بلادي عزيز عليا وكنحماق على بلادي، لحقاش قراوني في المغرب شنو هو المزايا ديال المغرب، وغير خذ غير أنفروي في المغرب وخذ أنفروي في شي بلاد أخر، والفروي ديال المغرب فيه واحد المذاق غير لي فروي غير هذا الوصول اللي عطانا الله وعطانا الشتاء وعطانا الويدان وعطانا مي بلادنا سي تان بوبي إلو سيستيم ماروكان. غير نكمل لك
ماشي التعليم دي خايب، التطبيق ديالو يمكن اللي ما كيديروهش مزيان. دابا حنا الكتب المغربيه سيدير التاريخ والجغرافيا والتربيه الاسلاميه والنشاط العلمي والعربيه كتب مغربيه، كتب فرنساويه كناخذوا كتب ديال فرنسا، والانجليزيه كناخذوا كتب ديال انجلترا، والولاد ديالنا غير كيوصلوا للبكالوريا كيتخلوا الانجليزيه والفرنسيه والعربيه ماشي كيتكلموا بها، كيقراوا وكيكتبوا بها وكيقراوا كتب بلا ليتيراتور فرونسيز، لا تيراتور عرب، الادب العربي ولا ليتيراتور انجليز، وكيكون مغربي اي انترناسيونال، وكيكون مهندس من احسن المهندسين، وكيكون طبيب من احسن الاطباء. نحل لك بارونتيز، انا فاش مرت بالكوفيد لقيت لي مي ماروكا سي لي ميور ميدسان، والمغرب هو ديدا والكوفيد من احسن الدول كاع هذا العالم كله. اذا مؤسسه بيتاغور من خلال المؤسس ديالها مصطفى حنين، يعني من خلال الكلام ديالك فهمت انك ضد يعني تاسيس مؤسسه ديال نعم انا مغربي خصني داير مدرسه لهذوك المغاربه اللي عزيز عليهم المغرب ديالهم، عزيز عليهم اللغه العربيه ديالهم، ويقرا القران ويقرا التقاليد والعادات والروح الوطنيه، لحقاش البروغرام ديالنا العربيه كيقري لولادنا هذا الشيء. هو مغربي ما يمكنش انه ما يقراش هذا الشيء ويعيش معنا في المغرب ما الباك ماروكا. وكين جات الدوله عنده شافت هذوك الناس المسؤولين الكبار العقار الكبار ديال لاوتسفير ليطا، شافوا انه ان سيستيم انترناسيونال غيلقنا في الابتدائي، انا كنتكلم على البريسكولير والابتدائي والثانوي وداك الشيء، ورا نجيبو نحطوه. ولكن لا، هما عندنا خصوصيات ديالنا خصهم يقراهم المغربي ديالنا، بغينا ولا ما بغيناش. ها هو نجيبو مثلا وغيديروا لنا وزاره يقرا في المغرب مغربي ويقرا مثلا، راه كيبان الفرق. هذاك اللي كيكون قاري في المغرب وقاري واخذ قرا في الابتدائي ديالنا وقرا في البكالوريا ديالنا، كتلقى انه كيفهموه الناس في الحوار، كيحاول يتحاور مع المغاربه، كيحاول يجاوبهم. ايوا الواحد ما قريش العربي كيفاش يتكلم غيتواصل معنا. نعم، اذا وضحت الفكره ديالك. كيف ما كنعرفوا المؤسسه ديال مجموعه بيتاغور كتقوم ايضا بالعمل الاجتماعي من خلال التهيئه ديالها لعدد من المدارس في مدينه المحمديه، مدارس عموميه، في ظل هذه الازمه ديال كورونا واش غادي يتواصل هذا العطاء الاجتماعي للمؤسسات بتنسيق بطبيعه الحال كما كتقوموا بدائما مع مديريه التعليم؟ اولا كاين عندنا دابا واحد القانون جديد ديال الديور، هو انه اي مدرسه خصوصيه خصها تكون عندها شراكه مع مدرسه ولا جوج ديال العمومي، لحقاش بغينا ولا ما بغيناش دي زيتابليسمون كوليج ليسي بريمير خصنا تكون معنا شراكات ويكون التعاون فيما بيننا، لحقاش ما خصوش يكون فرق كبير ما بين التعليم الخصوصي والتعليم العمومي. انا عندي شراكات ولا ما عنديش شراكات، غير كتبان ليا وبانوا لينا شويه ديال الفلوس غير نقدروا نخسروهم على شي مؤسسه كنمشيو نديروها، لحقاش هذا واجب وطني، واجب جميع المدارس الخصوصيه خاصها تكون عندهم شراكات مع باش نديروا دي ماتش اونسومبل، نديروا دي كومبيتيسيون اونسومبل في لابويزي في ليكريتور في لابرودكسيون كريت في الرياضيات، وخاصنا ولادنا يمشيو عندهم وما يجيو عندنا، هذه من الضروريات. دابا راه عندي انا واحد المجموعه ديال الحوايج بدلتهم، لحقاش غير كتكون في البريفي خاصك تبدل الطبالي، غنصاوبهم نريكليهم وغنشوف المديريه الاقليميه وغنمشيو عندها غنقول له فين عندك شي خاصات شي مؤسسه بديه وغنديو، وخاصنا نوريو الدراري ديالنا يكون عندهم تضامن وسي، لحقاش عندنا الحمد لله الناس مسك عليهم الله فينا، فهمتي؟ راه ديجا سي اون بون شوز باش هذاك الدري ديالو نعلمو ليه التضامن. هذه خصنا نتعلموها. دونك حنا شاكاني الحمد لله ما داخل في النوزابيتي في زابيتود ديالنا بطريقه اخرى بطريقه ولا باخرى، انه خصنا نمشيو لليتامى، خصنا نمشيو لدار العجزه، خصنا نمشيو للمدارس، خصنا نحسوا الدراري ديالنا انه عايشين بلادنا، وهو التضامن ثم التضامن جانب اخر من التعليم وجانب اخر ديال التعليم. طيب مصطفى حنين، على سعه الصدر ديالك والتوضيح ديالك للساكنه ديال المحمديه والاباء والاولياء الامور ديال المؤسسه، شكرا لك. شكرا.